اتفاق سعودي سعودي بشأن ما أسموه الحفاظ على الوثائق والمخطوطات اليمنية. ما طبيعة الاهتمام السعودي بالآثار اليمنية؟ ولماذا غاب التمثيل اليمني؟ وكيف تعمدت جميع الأطراف تدمير الآثار اليمنية؟ أهلا بكم. اتفاق وقع عليه طرفان سعوديان لحفظ الوثائق والمخطوطات اليمنية دون أي تمثيل لجهة رسمية يمنية في الاتفاق. ما هي الحكمة من غياب حكومة الدكتور معين من هذا الاتفاق؟ وما هو مصير هذه الآثار، خاصة أن هذا الأمر ليس جديدا على ما تتعرض له الآثار اليمنية والمعالم الأثرية والتاريخية منذ بداية الحرب، سواء من قبل التحالف أو الميليشيا، ناهيك عن الاتجار والنهب المنظم للآثار والمخطوطات وبيعها وإخراجها إلى ما وراء الحدود عبر مهربين حتى وصلت إلى مزادات علنية. وليس أبعد من ذلك ما كشفه الباحث الأمريكي ألكسندر ناجيل المتخصص في شؤون الآثار عن سرقة 1,000,000 قطعة آثار من اليمن تورطت الإمارات ببعضها. ما بين فوضى الحرب وغياب الدولة، تكشف الأحداث عن وقوع الآثار والمخطوطات اليمنية ضمن ضحايا هذه الحرب. قائمة طويلة من الأضرار الجسيمة التي طالت شواهد الحضارة اليمنية خلال 5 سنوات، سواء بقذائف ميليشيا الحوثي أو بصواريخ التحالف. بعد 5 أعوام عادت السعودية لإنقاذ الوثائق والمحفوظات اليمنية عبر اتفاق خلا من أي طرف يمني، حيث وقع السفير السعودي محمد آل جابر مع دار الملك عبد العزيز اتفاقا بهذا الشأن، وهو الاتفاق الذي انتقده كثيرون لعدم وجود الأطراف اليمنية المعنية. دار الملك عبد العزيز لديها خبرة طويلة في مجالات مختلفة تتعلق بالجوانب الفكرية والعلمية وأيضا بالمخطوطات والتراث اليمني، ونريد أن نستفيد من دارة الملك عبد العزيز في مساعدة شقائنا في اليمن من خلال البرنامج السعودي لتنمية إعمار اليمن. أصدر وزير الثقافة مروان دماج بعدها توضيحا عن تواصل وزارته بالجانب السعودي من أجل إعادة تأهيل بعض المؤسسات الثقافية، إلا أن غياب الجانب اليمني عن الصورة بقي يطرح أسئلة عديدة عن مهمة الإشراف على الملف، خصوصا وأن السعودية كانت طرفا في التدمير الذي تعرضت له الكثير من المواقع الأثرية. من نتائج هذه الحرب وغياب الدولة، ارتفع معدل سرقة وتهريب الآثار بشكل كبير إلى خارج البلاد، وباتت آثار الحضارة اليمنية نهب سوق سوداء ككل شيء في البلد. تقرير أمريكي صدر مؤخرا كشف أن أكثر من 1,000,000 قطعة آثار يمنية تم تهريبها من البلاد، مؤكدا تورط باحثين ومستشرقين ودبلوماسيين بعمليات التهريب. خلال سنوات الحرب تعرضت عشرات المتاحف والقلاع والمواقع الأثرية للتدمير، مثل متحف ذمار الإقليمي الذي يضم 12,500 قطعة وقلعة القاهرة بتعز، كما أحرق متحف تعز الوطني ونهبت ما تبقى من محتوياته. وفق إحصائية رسمية غير نهائية، فقد تعرض 66 موقعا أثريا يمنيا للقصف المباشر وغير المباشر من طائرات التحالف منذ بدء الحرب، كما استهدف ما بين 30 إلى 35 مسجداً وضريحاً ومزاراً تاريخياً في عموم البلاد من قبل جماعات متطرفة. يضاف كل ذلك إلى الخراب الذي عممته ميليشيا الحوثي على كثير من المواقع باستخدامها لأغراض عسكرية. هذا الاستهداف المكثف للمواقع الأثرية يدفع للتساؤل عما إذا كان ما تتعرض له الآثار اليمنية عملاً ممنهجاً يستهدف العمق الحضاري للشعب اليمني ليبدو دون إرث أو ذاكرة. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا بداية الأستاذ خلدون دكتور خلدون نعمان، أستاذ اللغة اليمنية القديمة بجامعة ذمار، عبر الهاتف من ذمار. مساء الخير أستاذ خلدون. يا مساء النور. أهلا بكم ولجميع المستمعين. أهلا بك أستاذ خلدون، وبداية أود أن أسمع منك عن حجم الأضرار التي أصابت الآثار اليمنية خلال 5 سنوات من الحرب. خلال 5 سنوات من الحرب، ولا يزال العدد إلى الأمام لأنها لم تتوقف حتى إلى الآن، الأضرار في قطاع الآثار كبيرة للغاية ولا يمكن حصرها في أرقام معينة، لأن هناك أضرار مباشرة وأضرار أخرى غير مباشرة. الأضرار المباشرة التي تتمثل في قصف المواقع الأثرية سواء كان بالطيران أو بالمدفعية أو غيرها،
لكن الأضرار غير المباشرة هو ما يحدث الآن على الساحة في طول البلد طولا وعرضا، من حيث نفش المواقع الأثرية، تخريب القطع الأثرية، وكل ما يمكن أن نسميه فيما يتعلق بتدمير الآثار، سواء من حيث ثلاث قطع أثرية في داخل المخازن اللي هي العامة الآثار أو المتاحف التي قلت لي عدم توفر مواد لحفظها وصيانتها، أو أيضا ثلاث آثار يتم نبشها وتداولها في الأسواق على مرأة مسمع من الجميع، وما يظهر الآن على في بعض مواقع التواصل وبعض الأماكن الأجنبية وغيرها ما هو للقليل، لكن التدمير التالي حجمه لا يوصف ولا يمكن ما إدراك مداه إلا بعد انتهاء الحرب التي نتمنى أن تنتهي عن قرب. نعم، لو تحدثنا أستاذ دكتور خلدون حول يعني هذه المعالم الأثرية التي تم قصفها سواء عن طريق ميليشيا الحوثي أو عن طريق التحالف، وهناك تدمير يعني أماكن كثيرة من خلال القصف، أضف إلى طبعا النهب الذي تحدثت عنه والترويج لهذه الأثر في العديد من الأماكن. بالطبع المواقع الأثرية اللي قصفت سواء كانت قلعة القاهرة أو متحف دمار أو المتحف الحربي في عدن، ومواقع كثيرة للغاية لا يمكن حفرها بهذا الشكل، لكن هناك مواقع أثرية لم نسمع حتى الآن أو لا نوجد معلومات دقيقة حولها. على سبيل المثال مدينة يثل اللي هي مدينة مراكش في الجوف، المعلومات تقول المتوفرة بأن ضرب أو تم قصف داخل المدينة أو حول المدينة، لكن لم نملك صورة واضحة من ذاك المكان لأنه على خط التماس ما بين الطرفين المتحاربين. وكل الطرفين سواء كانوا من الحوثيين أو غيرهم أو من ما يسمى بالشرعية أو غيرها طبعا مشارك بهذا الموضوع، لا فرق ما بين هؤلاء وهؤلاء فيما يتعلق في استهداف المواقع الأثرية. الموضوع الأساسي هنا أنه لا الطرفين لا يعرفون قيمة تلك الآثار ولا يقومون لها وزنا، لذلك استخدمت المواقع الأثرية كمواقع عسكرية ومن هنا حتى الضرر. أما إلى ذلك أنه قطاع الآثار بشكل عام وهي العامة الآثار ليس الآن ولكن منذ زمن طويل وكل الحكومات السابقة لم تكن تعطيها أي اهتمام، بمعنى آخر كانت الآثار هي في سلم اهتمامات كل الحكومات، وهي أيضا في نفس الوقت أنت في حالة الحروب تكون من أول المؤسسات التي يتم إهمالها إلى النهاية. لو ننظر إلى قطاع الآثار بشكل عام ليس فقط المواقع، لأنه هو في الأخير تركيبة متكاملة من موظفين وإداريين بالإضافة إلى حراس في المواقع الأثرية، إضافة إلى مواقع أثرية ذاتها، الجميع أصيب، الجميع متضرر سواء في إيقاف مرتباتهم سواء أيضا في الحالة الأمنية التي لا تسمح للموظف الآثار بالذهاب إلى المواقع الأثرية صيانتها أو فقط لتفقدها. أيضا هناك كثير من المواقع الأثرية التي نسمع عنها يوميا بأنها تنبش وأنها تخرب ويتم استخراج منها قطع أثرية، كل هذا الأمكان في ظل وجود سلطة أثرية مقيدة. في شيء آخر هنا وهذا شيء يجب أن نلفت النظر إليه، أنه لدينا مجموعة واسعة من المواقع اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي، صارت الآن منصات لتداول الآثار القديمة والترويج لها. البعض وضع صفحات في على الفيسبوك وغيرها لغرض الفخر وغيرها. الحقيقة المرة أن هؤلاء في الغالب في غالبيتهم وليس جميعهم هم في الأساس مروجي ومهربي للآثار. كيف لا يتم محاسبتهم دكتور خلدون؟ كيف يمر هذا الأمر بهذه البساطة؟ يعني معروف أن تهريب الآثار من الجرائم يعني التي تدخل ربما في إطار الخيانة الوطنية، فكيف يتم السماح بهذا الأمر والترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكأن الأمر يعني ترويج لقطع منزلية أو لأي شيء آخر؟ الحقيقة البرة تقول أنه لا سلطة هنا، لا سلطة هنا تحاسب أو تراقب، كل شيء متاح الآن في الوقت الحاضر. الطرفين المتحاربين حاليا كل طرف يبحث عن مهتم بدرجة رئيسية فيما يتعلق بالمعارك العسكرية والمواقع العسكرية وغيرها، أما ما عدا ذلك فهو مهمل، لذلك انتشرت بشكل كبير مثل هذه الأشياء. من الصعب جدا الآن إخراج أو إرسال طاقم عسكري إلى أي موقع أثري ضد جناه، بالعكس من الصعوبة صعوبة شديدة. لدينا منطقة واحدة في اليمن هي
منطقة حضرموت التي لا تزال إلى الآن في وضع جيد، والوضع الجيد هذا بحضرموت لم يأتي من سلطة الدولة أو قوة الدولة، وإنما أتى من خلال وعي المواطنين في حضرموت، فلهم الشكر بحقيقة، على خلاف بقية المناطق أو نقول بالذات المناطق اللي هي الغربية والشمالية من اليمن. هذه المناطق كاملها المواطن في حالة وعي أثري ضعيف للغاية، لا يقدر ثمن، لا يعرف إلا مصلحته. أما أن الحرب في حد ذاتها هي سبب رئيسي لكل ما يحدث، المواطن الآن محصور على لقمة العيش، لذلك يذهب إلى أبسط أقرب موقع أثري ويقوم بتدميره دون شعور، لا يهتم إلا بمصلحته الذاتية. أما المصلحة الوطنية كل ذلك طبعا صار في واقع الإهمال. الشيء الآخر وهذا مهم أيضا، أين هي السلطة الفعلية؟ سواء في وزارة الثقافة مثلا أو هي العامة الآثار اللي في وزارة الأثار أين؟ في صراع عدن كلها مكبلة، جميع يعني ماذا تفعل مثلا السلطة الموجودة في صراع إذا كانت حتى الآن منذ بداية الحرب حتى الآن جميع موظفيها بدون رواتب؟ هل سيظلون في المتاحف؟ هل سيظلون في المواقع الأثرية؟ بالتأكيد سيظلون بعثا عن العمل. نعم إذا في المناطق الجنوبية الوضع مختلف إلى حد ما. تفضلوا. نعم اسمح لنا بالبقاء قليلا دكتور خلدون، ينضم معنا الاعلامي عبد الله الحرازي عبر الهاتف من هولندا. مساء الخير استاذ عبد الله. مساء النور عليكم جميعا وعلى ضيفكم الكريم ومشاهدي بلقيس. اهلا بك استاذ عبد الله، كيف تابعت ما نشرته صحيفه الرياض عن اتفاق سعودي سعودي لحفظ التراث اليمني في ظل غياب اي جانب يمني في هذا الاتفاق؟ والله يا للأسف الشديد كنا ننتظر أن يسبق هذا الإعلان إعلان آخر، وهو إعلان الجمهورية اليمنية محافظة أو إمارة تابعة للمملكة العربية السعودية حتى تتحكم في كل شيء. حقيقة كنا نأمل أن ننظر إلى مثل هذا الخبر ومثل هذه الاتفاقات بإيجابية لو أن أحد أطرافها هو طرف يمني، لكن ما يحدث للأمانة هو إغال في المهزلة بعد أن فرط عبد الرب منصور هادي وحكومته بكل شيء فيما يخص اليمن، إنسانا وأرضا وحضارة وتاريخا واقتصادا وجيشا وسيادة، يعني على كل المناحي لا ندري أين سنصل في هذا الكعر الذي قادنا إليه عبد الرب منصور هادي، لا ندري حقيقة. أما وضع الآثار فهو وضع يدمي القلب كما تفضل الدكتور خلدون، ومنذ عقود يعني رأينا بعد أن سقط أعوان صالح في يد الميليشيا حليفهم الميليشيا الحوثية، رأينا لبعضهم متاحف في البيوت، يعني مهدي مقوى لكن لديه متحف بمعنى الكلمة، وهو ليس للاقتناء الشخصي، كلنا نعرف أنهم مجرد مهربي لصوص وأكبر أو مهربي آثار وأكبر يعني مهرب كما يقال حاميها حراميها يعني. نعم حاميها يعني حاميها حراميها بمعنى حرفي. حتى الآن يعني هناك تغيير في المتاحف التي كانت قطعها موثقة والدكتور يعرف هذا الأمر، يعني هناك ادعاء بأنه سيتم حفظها ودخول الخرق وقصص مثلا المتحف الحربي في صنعاء، يعني تم تغيير قاعات ولا احد يعرف اين ذهبت المقتنيات الاصليه، كذلك متاحف عدن اثناء المعركه كلنا نعرف انها تعرضت لنهب كبير واصبحت خاويه على عروشها، والمنافذ مفتوحه الى دبي عاصمه الاثار المسروقه وابو ظبي كذلك، يعني هذه البلاد التي ظهرت فيها آثار العراق وآثار سوريا وآثار اليمن وآثار مصر هكذا فجأة، يعني وأصبحوا يبحثون عن تاريخ أو يصنعوا لهم تاريخ من التاريخ المسروق في المنطقة بأسرها. نعم إذا أستاذ عبد الله، يعني أن تختفي بعض الآثار بحجة حمايتها من القصف ولا يتم الإعلان عن مكانها ولا عن إنشاء أماكن ربما أكثر يعني أمانا، هذا يدل على فعلا بأن هناك جريمة منظمة لتهريب الآثار، هل تتفق مع ذلك؟ سيدتي الكريمة، السعودية قصفت المواقع الظاهرة التي ما زالت قائمة، قصفوا الصرواح وقصفوا
يعني لولا ألطاف الله على الآثار المعروفة والمواقع الأثرية مثلا في مأرب أو غيرها، لكن قصفوا صروح، قصروا وقصفوا براقش، قصفوا قصف يعني لهذه الأماكن التي كان لم تدر فيها، يعني كان يمكن على الأقل حتى لو دارت فيها بعض المعارك أن 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 يتم تجنيب المواقع الأثرية. فإذا كانوا قد فعلوا ذلك بالأماكن والمناطق المشهورة والمشهودة، فكيف بالقطع التي لم يرها أحد؟ نعم. إذا أعود للدكتور، نأمل أن يتم على الأقل نشر آلية نعرف ما الذي يحدث، ما هي الآثار المقصودة هنا، ما هي المخطوطات بالضبط، من أين سيأتوا بها، كيف سيتم الحفاظ عليها، هل سيكون لبعض اليمنيين دخل يعني، أم أن المسألة هكذا يعني اعتباط أنه سيسلموا آثار بعضهم، آثار وصلت إليهم أصلا، هل وصلت إليهم هذه الآثار أصلا أم ما زالوا سيبحثوا عنها، هل سيتم مثلا إطلاق آلية لجمعها من أيدي المواطنين. لكن السؤال الأكبر، هل سيعيدوا فعلا لليمنيين دولتهم التي ستتكسل بلملمة كل شيء؟ آثارنا معروفة ولا يمكن يعني طمس معالمها في العالم ولا فقدت قيمتها يعني. أقصد في النهاية هنالك آثار عادت، هناك آثار أصلا نجت في دول أخرى لأنه تم نقلها فعلا، لكن في النهاية عادت إلى 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 موقعها الطبيعي وإلى شعبها وإلى وارثها الشرعي الذي هو شعبها. في النهاية لو عادت دولة اليمنيين سنستعيد الشيء الكثير، وأهمها سيادتنا وكرامتنا، أن 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 نتحرر بقرارنا الخاص والوطني في متابعة ما نملكه وفي اللحظة التي تلائمنا. نعم. إذن ابقى معنا أستاذ عبد الله، سأعود إليك بعد أن أسأل دكتور خلدون. يعني برأيك كما قال أستاذ عبد الله، أثار اليمن واضحة ولا يمكن طمس هويتها، ويعني مهما تم تهريبها يمكن استعادتها فيما وضعت الحرب أوزارها. هل تجد أن هذا ممكن، خاصة ونحن نتحدث عن تهريب إلى كثير من الدول ليس فقط في المنطقة العربية، هناك في بريطانيا، هناك في أمريكا، وهناك أناس كانوا منقبي أثر في اليمن وتحولوا إلى تجار وإلى مليونيرات بسبب تهريب هذه الآثار، ما رأيك؟ نعم، ما يتعلق بالآثار بشكل عام حاليا بالذات، وما يتم من الترويج له من بيع آثار أو تهريبها أو غيرها، أرجو أولا أن يكون واضحا لدى الجميع. هناك أشياء لا يعرفها الناس العاديون فيما يتعلق بحفظ الآثار في ظل الحروب. معظم المواقع، ليس المواقع عفوا، معظم المتاحف الأثرية التي نقول بعد ما حدث لمتحف دمار تم حفظها وصيانتها في أماكن غير معلومة، ولا يحق لأحد السؤال عنها، لأن هذا في صلب عمل الآثار. على سبيل المثال، كثير من المتاحف في صنعاء أو في دمار أو في غيرها تم أخذ القطع الأثرية الموجودة فيها وخزنت في أماكن يعلمها القائمون عليها، وليس هناك مجال للقول أين تلك المواقع أو كم العدد، حماية لها، وهذا في صلب عمل القائمين على هذه المتاحف. شيء آخر وهذا شيء مهم، يعني يجب أن لا نكون يعني سوداويين بهذا الشكل. نعم، هناك الآن انفلات الدولة وهناك حرب، ولكن أيضا هناك ناس شرفاء في داخل هذه العمل الآثار حفظوا مئات بل آلاف مؤلفة من القطع الأثرية في أماكن لا يصرح لأحد بإيضاحها، حماية لها. شيء آخر هذا مهم ولا يتعلق بالإعلام، نرجو من العقوبة الإعلاميين ونرجو من الأخ عبد الله الحرازي وغيره وكل القنوات أن تحيد الآثار عن الصراع. الآثار ليست وسيلة للمحالكة ما بين جهة وجهة أو نقول هؤلاء أو هؤلاء. كيف يتم ذلك دكتور خلدون؟ كيف يمكن تحييدها؟ يعني إذا كان كل أطراف الصراع يقومون بهذا التدمير الممنهج بين قوسين، يعني هناك يعني عملية منظمة لتهريب هذه الآثار بيعها والمتاجرة بها. نعم، أتفق معك، هناك جزء كبير من الشرفاء لا يمكن أن يكون
كل اليمنيين سيئين بهذا الشكل ويتاجروا بآثارهم، ولكن هناك نسبة كبيرة من المهربين ومن عديمي الذمم، وهناك أيضا يعني كما كشفت كثير من الأبحاث هناك يعني من يدعون أنهم منقبي أثار وهم أصلا تجار للتهريب وهربوا الكثير من القطع، والآن الوضع مناسب جدا لهم في عدم وجود السلطة. نعم، يعني أنت الآن يعني طرحت السؤال وإجابته أيضا، ليس لدينا سلطة، أنا أقول بالمفتوح ليس لدينا سلطة لمحاسبة هؤلاء، وهؤلاء يستغلون وضع الحرب. لذلك الترويج للمواقع الأثرية والترويج للأثر بحد ذاته هو مساعدة لهؤلاء، الإعلان عن أماكنها وعن مواقع حفظها وغيرها هو الترويج لهؤلاء ليس أكثر. لذلك ليس هناك إلا أن يتعاون الناس، الإعلام بالذات هو مسؤول عن، ليس نقول مسؤولا بدرجة مباشرة، ولكنه هو مساهم في رفع الوعي الأثري لدى الناس في أهمية هذه الآثار، وليس الترويج لهؤلاء المهربين. أعرف تماما هناك العديد من الشخصيات سابقا ولاحقا التي تاجرت بالآثار ولا تزال إلى الآن. في الوقت الحاضر صار المجال مفتوح أمامها بالكامل، ليس هناك حسيبا أو رقيب، الجميع منشغل في المعارك، الجميع منشغل في ترتيب وضعه الخاص. أما الآثار وهذا الأرث الإنساني الكبير الموجود في اليمن لا أحد يتحدث عنه، بما ذلك ما سمعنا عنه الآن الاتفاق الذي حدث في السعودية فيما يتعلق بالمخطوطات. لكن يظل أيضا لدينا أمل في وجود ناس شرفاء في داخل هذا البلد سيمنعوا أي تجاوزات فيما يتعلق بالقطع اللي هي موجودة لدى في حفظ الدولة. لكن ما هو موجود لدى الناس، ما يحدث الآن في المواقع الأثرية في القرى واللي هو بعيد عن السلطة الأثرية الغائبة فعلا والقاصرة والذي لا تستطيع أن تتحرك حتى لو علمت، هنا يأتي الدور، دور الإعلام في توعية الموجودين في النقاط العسكرية في كل مناطق البلد على المعابر الحدودية لحماية هذا البلد. لا أحد الآن سيقف مع آثار اليمنية غير أهل اليمن، لا تركنوا لا على دولة ولا على سلطة لأنها بالفعل غير موجودة إلا في ما يتعلق بالحرب. بعد ذلك حياة الناس في مأساة، ليس فقط الآثار والشعب بكامله. نعم، الوضع صعب ومر ونحن طبعا نعاني كثير من هذا الجانب. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور خلدون نعمان أستاذ اللغة اليمنية القديمة بجامعة ذمار، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. عودة إليك أستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله، ربما تابعت توضيح وزير الثقافة مروان دماج حول هذه الاتفاقية بين جانبين سعوديين، هل أقنعك ذلك التوضيح؟ حقيقة لم أتابع هذا التوضيح، هو يعني حتى اللحظة نتمنى أنه كان شافيا وكافيا يعني. نعم، دعني أقرأ لك منه أستاذ عبد الله. استنى للتوضيح، يعني يجب أن يفهم الأخ المشاهد. اسمح لي أستاذ عبد الله. تفضل. فقط أقرأ لك جزء من هذا التوضيح لتعلق عليه. قال: في الحقيقة هناك هذه استفسارات مهمة وتحتاج لتوضيح، يشمل التعاون تطوير وتأهيل عدد من المرافق الثقافية في مدينة عدن في مقدمتها المتحف الوطني وبعض المعالم الأثرية في المدينة، إلى جانب إعادة تأهيل المكتبة الوطنية وتطوير معهد جميل غانم للفنون والموسيقى. كما تحدث عن أن هذا الجانب سيكون أو يعني وكذلك إعادة تأهيل سينما أروى، كما تم الاتفاق مع الأشقة على إلى مكتبة الأحقاف أهمية خاصة. هناك كل هذه المقترحات رفعت من قبلنا في وزارة الثقافة، وهناك فريق مكلف من قبلنا بمناقشتها مع الأخوة في الجانب السعودي يضم مجموعة من الأسماء. يعني هل تجد أن هذا الأمر كافي لتوقيع عفوا جانبين أو طرفين سعوديين دون حضور الطرف اليمني؟ أنا أجد أن هنالك إجابة أكثر التباسا وتضاعف من حيرة المتابع. نحن لا نتحدث عن إعادة تأهيل سينما مش عارفين ولا سينما هنكن ولا الكلام الباقي هذا كله، بما في ذلك مكتبة الأحقاف كما تفضل الدكتور خلدون وأنا أعرفها شخصيا، هذه واحدة من أهم وأكبر مكتبات المخطوطات في الجزيرة العربية، ثاني أكبر مكتبة المخطوطات في اليمن بعد مكتبة الجامعة الكبير بصنعاء، ولم يصبها أي ضرر. يعني هنالك اتفاق سعودي يتحدث عن آثار يمنية مكتبة ومخطوطات، لكن
هذا التصريح لم يتطرق للموضوع على الآثار ولا على حفظها ولا يعني يتحدث عن إعادة ترميم ومكتبة مش عارف فين في عدن وسينما مش عارف فين حيجيبوا أفلام. يعني نقول للأخ مروان عموما للأمانة هذا رد غير مقنع، لكن أيضا كنت أود أن أقول أننا لسنا ضد أي مبادرة فيها حفظ، فعلا حفظ حقيقي للآثار في اليمن. نود أن ننظر إلى كل الأعمال في 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 هذا الجانب بعين إيجابية، نظرة إيجابية، لكن فعلا ما تم طرحه يثير العديد من التساؤلات. يعني أنه لا يكون هنالك طرف يمني في هذا الاتفاق، يقول لي المقترحات رفعت من قبلهم، ومن المنفذ يا صديقنا العزيز وزير الثقافة؟ من المنفذ إذا كان هنالك اقتراحات رفعت من قبلكم؟ أين الهيئة العامة للآثار، الهيئة اليمنية العامة للآثار الذي يعني لديها مدير يرافق كثير من تحركاتك في هذه هو ضمن اللجنة المكلفة من الطرف اليمني، ولكن ربما كان سؤال، لكن هو ضمن أن يكون ضمن اللجنة شيء، وأن تحضر الهيئة بصفتها الرسمية. نعم، هذا ما نتساءل. الهيئة العامة للآثار والمتاحف هذا 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 شيء آخر. نعم. في النهاية نحن لا نريد أن نناكف أو نظهر فقط كمناكفين لأي دور سعودي، لكن دورنا هو وضع التساؤلات وطرح الأمور بشفافية. نعم. هو يعني مسألة واجبة ولازمة. يعني كنا نود أن نشيد بمثل هذه الاتفاقية لو أنها تمت لتمويل الهيئات اليمنية لاستعادة دورها وإعادة كوادرها وضبط سجلاتها والبحث عن موجوداتها. يعني كان سيبدو الأمر بشكل أكثر طمأنة، ولكن ما حدث في استعادة الدولة بشكل عام يحدث تكراره في بقية الاتفاقات. يعني حاولنا استعادة الجمهورية اليمنية من أنياب جمهورية ولاية الفقيه، ويبدو أننا وقعنا في أنياب جمهورية السفير السعودي للأسف الشديد. نعم، إذا اسمح لنا دكتور أستاذ عبد الله أن ينضم معنا الأستاذ مبخوت مهتم، مدير عام الآثار بمحافظة مأرب عبر الأقمار الاصطناعية من هناك. مساء الخير أستاذ مبخوت. عفوا، الصوت. أهلا بك، هل تسمعني؟ الصوت لو سمحتوا. نعم دكتور مبخوت، هل تسمعني الآن؟ مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء النور. نعم أسمعك. أهلا بك دكتور، كونك في مأرب ومأرب تعد من أهم المدن التاريخية في البلد، كيف أثرت الحرب على هذه الآثار برأيك؟ أولا أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الخاص لقناة بلقيس، والتي تحمل اسم بلقيس طبعا، وأهم منطقة أثرية حضارية ثقافية للإنسان، وليس لليمنيين فقط ولكن لكل العرب. مأرب لكل العرب باختصار يعني شديد، لأنها المخزون الثقافي والحضاري لكل الجذور العربية والوحدات العربية المشتركة. لذا وما دامت بتلك الأهمية وما دامت في هذا المنعطف الخطير والذي تعج به الحرب والصراعات، فلا شك أنها تأثرت كغيرها من المدن ومن المناطق الأخرى في اليمن، وليس في اليمن بالذات ولكن في كثير من المناطق العربية والبلدان العربية. للأسف الشديد في أردى مراحلها التاريخية الآن، لأنها أصبحت ضحية للحروب، ضحية للانزلاق الرديء، ضحية للكوارث والإجرام، ضحية للعناصر الخارجية والداخلية، ويهدف هذا كله إلى نسيان وضياع الهوية الوطنية بالذات للعرب عموما ولليمنيين بشكل خاص. في مأرب بالذات تعرضت الكثير من المعالم ومن المواقع الأثرية الهامة، وهي بالفعل مناطق مهمة جدا لحضارة كانت في وقت من الأوقات في الآلاف الأولى ما قبل الميلاد كانت من
أهم وأبرز الممالك اليمنية في التاريخ يعني القديم، ولهذا بالضبط حصلت نصيبها من المآسي ومن الكوارث ومن القصف ومن العدوان. فهناك في سد مأرب، وهناك مدينة مأرب، وهناك مدينة براقش، وهناك كذلك معبد وعول صرواح في مديرية صرواح، إلى جانب الكثير من المناطق الأخرى في اليمن. لا شك أن التدمير هو تدمير ممنهج، وتدمير يعمل على كما قلت تدمير الهوية الوطنية، وكذلك هو من ضمن أهداف ممنهجة وأهداف مبرمجة، وليس وليد التو وليس وليد الصراعات الحديثة، ولكن منذ القدم ووفقا لتسلسل ممنهج وتسلسل برامجي يعمل على تدمير كل الموروث الحضاري والثقافي للعرب والتي من بعدها مارب. نعم، إذن دكتور مبخوت، يعني ما هو حجم نهب هذه الآثار وتخريبها وأيضا تهريبها إلى الخارج برأيك؟ كما قلت سابقا ونحن دائما نصول ونجول، ولا يمكن للإنسان أو المشاهد اليمني أو العربي أو الآخر أو الخارجي أن يلوم عن الحقيقة أبدا إذا لم تكن هناك المصداقية والواقعية في الطرح. مسألة تهريب الآثار اليمنية والعربية ليست وليدة اليوم، هناك طرق ومناهج وعدة وفرضيات وحتى موازنات وحتى ترتيبات وحتى برامج دولية مشتركة في الموضوع هذا من قديم الزمن، وتعمل على مواصلة واستمرارية نهب ثروات وخيرات البلدان العربية من المناطق الهامة مثل العراق مثل اليمن مثل الشام مثل فلسطين وما إلى ذلك. وخير دليل ما سمعنا عنه مؤخرا بالفعل، وإن كانت حقيقة ولكنه شيء مؤسف بالضبط، ما سمعنا من جيبوتي ومن المؤتمر الملتقى الذي حصل، وأن هناك نشر مليون قطعة يمنية سرقت وهربت ووصلت إلى الخارج بالضبط. هذا إشارة حقيقية وإشارة دالة على أن ذلك المشوار وذلك البرنامج لا زال مستمر، ولا زال تهريب الآثار مستمر ما دام وهناك أرقام وهناك برامج وهناك منهجيات علمية حتى يتكفلها الموضوع. فالدليل أن المنهجية لا زالت مستمرة وأن الهدف لا زال يسعى، ولكن يتطور كذلك بتطور الزمن. الآثار اليمنية خالدة لا نقول ولا شك في ذلك، والآثار اليمنية عظيمة ومهمة، وآثار سبا وممالك اليمن الأخرى ذات أهمية يعرفها الجميع، والغرب والشرق كذلك كانوا على تواصل حقيقي سواء في العالم القديم أو الحديث، ويعرفوا أهمية هذا البلد بالذات. والدليل كذلك أن كل البعثات العلمية وكل الإشارات التي تحاول أن تجعل من مأرب ميدانا فسيحا للمجال البعثي والمجال الكشفي والتنقيب عن الآثار كانت في بداية أهدافها أنها تنبع من أهداف دينية بالضبط، نظرا لما تذكرها الكتب السماوية عندهم بالذات أهمية هذه البلدة. فكانت أول إشارات لديهم واهتمام أن ذلك الموروث ورد أو ذكر في كتبهم الموجودة، فزاد الاهتمام بهذا الموضوع. رافق هذا الاهتمام كذلك الاهتمام الآخر السيء، وهو كيفية تدمير والعبث بهذا الموروث. نعم دكتور مبخوت، اسمح لنا فقط بالذهاب للدكتورة هيفاء مكاوي أستاذة الآثار بجامعة عدن عبر الهاتف من هناك. مساء الخير دكتورة هيفاء. نعم دكتورة هيفاء مساء الخير. مساء النور عزيزتي. أهلا بك دكتورة، نود منك أن تحدثينا عن حجم الآثار أو حجم الدمار الذي تعرضت له الآثار اليمنية خلال سنوات الحرب. للأسف الآثار اليمنية تعرضت للدمار كبير في الفترة هذه. نحن إذا تكلمنا على الآثار فمعنا في مدينة عدن أولا، مدينة عدن تعرضت معنا متحف الوطني تعرض للدمار، مسجد الحسين في مدينة عدن دمار كامل، بعض المواقع لدمار شبه كامل، معك في دمار منطقة دمار المتحف الوطني في دمار انتهى تماما بما يحتويه من آثار لها قيمة كبيرة جدا بالنسبة لنا كيمنيين
يحتوي كان يحتوي اول اقدم منبر في اليمن، فيه ثروة لا تقدر بثمن اللي كانت موجودة في هذه المناطق. المتحف انه يدمر متحف بما يحتوي من اثار هذه المصيبة بالنسبة لنا. صحيح. طب دكتورة، يعني هذا الدمار والنهب بحكم متابعتك، يعني هل هناك دور حكومي كافي لحصره وتوثيقه وحمايته من الطمس والنسيان؟ بالنسبة لنا في مدينة عدن، يعني أنا لست مطلعة على بقية المدن، إنما بالنسبة لنا في مدينة عدن نحن عاملين حصر للقطع الأثرية التي تم نهبها من المتاحف ومن متحف الحربي بالذات، وعندنا عاملين حصر ايضا للاثار الموجوده والتي تم تدميرها في هذه الفتره والتي تعرضت للدمار جزئي او كلي. نعم. اذا ابقي معنا دكتوره هيفاء، ساعود اليك. استاذ عبد الله، لو اعود اليك بسؤال ربما طرح فكرته دكتور خلدون الذي كان معنا، وهو يتحدث عن في عدم وجود الدوله والسلطه، هناك دور مهم على عاتق اليمنيين لحفظ تراثهم وذاكرتهم الوطنيه والتي تتعرض للاسف الشديد للدمار حاليا، حدثنا عن هذه النقطه. حقيقه ان نصف الاشياء هي ادواءها. لدى اليمنيين نصف وعي حقيقة بأهمية الآثار، ولو أنهم عدموا هذا الوعي كما كان في السابق لربما حفظت الآثار كما حفظت طوال التاريخ حتى الخمسين عام الأخيرة. للأسف الشديد أصبح هنالك وعي سلبي لدى المواطن اليمني أن هذه القطعة التي يعني ولا نقول الغالبية طبعا، لكن للأسف الشديد هنالك علينا الاعتراف بهذا الأمر، لم يكن لتصل القطع إلى الفاسدين فيما سبق إلا لأن هنالك وعي مجتمعي أن هذه أحد أسباب الثروة والإثراء. كنت في ذات مرة قبل حوالي 15 عاما مع الأخ مبخوت مهتم، وأنا أنتهز الفرصة لتحيته وتحية جهدي هذا الباحث اليمني البدوي الأصيل، وكنا في زيارة لمعبد المكة بصرواح إن لم تخني الذاكرة، شرح لي الكثير مما تعانيها المنطقة هنالك. يعني هنالك مناطق كانت تقول ظهرت آبار البترول لمأرب، ونحن كنزنا هي هذه الحفر التي يعني نقوم بالتنقيب عليها بأنفسنا. وربما يتذكر المشاهد الكريم وتتذكرون التحقيق الاستقصائي التي نفذته الجزيرة أيضا قبل عقد من الزمان حول ما يجري في محافظة الجوف من نبش للمناطق التي يتوقع أن فيها آثار، وكانت الصورة مأساوية. لدينا للأسف وعي سلبي، وهذا يجب أن يعكس الآن. لا يجب أن نتباكى على اليمن وحالها فقط، بل يجب أن نلتقط زمام المبادرة نحن كيمنيين، كل من يجد ما يحيي هذا الثراء هذا الإرث وما يبقي هوية اليمن حية فهو قليد الله أمام الله والتاريخ والناس والشعب، أن في يده حفنة من اليمن عليه أن يقبض عليها حتى الموت. صحيح. إلى أن يعاد إلى أهله. يعني إذن يكفي ان اليمنيون يرون الان محاوله الطمس من الداخل للهويه اليمنيه واستبدالها بهويات طائفيه وهويات غريبه وشاذه عن الوضع العربي واليمني برمته، ويرون كذلك الحقد الاقليمي الذي نتعرض له والقتل والتدمير والسحق للهوية اليمنية، سحق للسيادة، سحق للقرار اليمني، سحق لنفسية اليمني، سحق حتى الوجود اليمني. فأصبحت المسألة يعني أصبح الأمر جد. الأمر جد، ويجب أن يقوم اليمنيون بدورهم في الحفاظ على كل ما بأيديهم. شكرا لك أستاذ عبد الله الحرازي الإعلامي، كنت معنا عبر الهاتف من هولندا. أعود إليك أستاذ مبخوت. أستاذ مبخوت، برأيك كيف أثر غياب الدولة وضعفها على جانب تدمير الآثار سواء في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي أو المناطق المحررة في الجنوب والشرق؟ أود أن أشير إلى نقطة مهمة جدا، هو أن الآثار لا تعترف بالدولة على الإطلاق، ويجب أن لا نسمي الآثار كاعتراف بدولة معينة. الآثار ملك إنساني، الآثار تراث فكري إنساني شامل للجميع،
وليس لنا وحدنا وليس لدولة معينة في قطر من الأقطار أو في جزء من أجزاء اليمن. الآثار ملك الإنسانية جمعاء، ويجب على الجميع التعاون وتضافر الجهود لحماية ذلك الإرث الحضاري والثقافي. ولكن وللأسف الشديد وما تعج به البلاد من صراعات وكوارث وحروب، فالجميع كلهم لا يعطون الإنصاف الكامل ولا يعطون الاهتمام المفروض لحماية تلك الموروثات وتلك المواقع ومعالم التراث الثقافي في اليمن بشكل عام. لذا أصبحت تلك المواقع ومخلفات الإنسان المادية ضحية الحروب وضحية تلك الصراعات، سواء بالصراع المادي العسكري الممنهج والواضح أو بالصراع المذهبي الآخر. لا ننسى كذلك أنه حتى ولو لم تكن هناك حروبا بالطائرات أو بالصواريخ أو بالرشاشات، هناك حروب فكرية، هناك صراعات فكرية ألقت بظلالها على الآثار بالفعل. وهناك تقارير تشير إلى وجود أكثر من 50 معلما وموقعا في جنوب الوطن كذلك مدمرة جراء الصراعات الفكرية وما يسمى الإرهاب وداعش والقاعدة وما إلى ذلك. الآثار ومعالم التاريخ ضحية لكل النشاطات البشرية السلبية، منها الصراعات الفكرية الدينية، ومنها الصراعات الحربية السياسية، ومنها حتى الاقتصادية. وتعج كذلك الكثير والكثير من الآلام ومن المشاكل ومن الدمار في غياب، لا نقول في غياب الدولة، في غياب القانون العام الدولي أيضا كذلك. يجب أن يشمل الجميع، يجب أن يحترم، يجب أن تكون هناك سيادة وطنية مستقلة. صحيح. ويجب أن هناك قرار وطني لمناشدة تلك الهيئات الدولية للقيام بواجبها، للقيام بأدوارها. نعم، نحن لدينا في مأرب أكثر من 7 بعثات دولية تشتغل في مجال التنقيب العلمي والكشف الأثري، وحتى لا يحركوا ساكنا حتى الآن. كذلك المنظمات المعنية بالتراث العالمي مثل اليونسكو والمتاحف ومثل يونسكو وما إلى ذلك وغيرها، كل هذا لا نسمع نداء صارخا ولا نسمع تعاونا على الإطلاق، وكل ما نسمعه فقط هو الجانب السلبي. سرقة آثار اليمن. نعم. أكيد في ظل الصراعات والحروب وفي ظل التدني والوضع الاقتصادي وفي ظل عدم الاهتمام وعدم الوعي الأثري ستضيع الآثار اليمنية لا شك. نعم، إذن شكرا. نعم. جزيلا لك أستاذ مبخوت مهتم، مدير عام الآثار بمحافظة مأرب، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من هناك. عودة إليك دكتورة هيفاء. دكتورة هيفاء، هل هناك قانون يمني يعاقب على جرائم تهريب وعدم حفظ وحماية الآثار؟ للأسف معنا قانون خاص بالآثار، لأنه القانون هذا أجحف بحق الآثار وفي حمايتها. للأسف القانون يعاقب من يقوم بتهريب الآثار بالسري بمدة لا تقل عن 5 سنوات، أو أن يدفع غرامة 50,000 ريال، أو أن يسجن ويدفع المبلغ. العقوبات المتهاونة هذه تساعد الأشخاص هؤلاء أن يتمادوا في عمليتهم. يعني أنا ممكن أهرب اليوم العملاء في حال القبض عليه، أنا أدفع 50,000 ريال ولا يهمني. القانون يعني هنا لا يقف في صف الآثار، في صف حمايتها. عندما يتلف احد الاشخاص مبنى او مبنى تاريخي عن عمد، فانه يقال يعني يسجن لمده عام ويدفع غرامه لا تقل عن 20,000 ريال. القانون هنا، نعم، القوانين الاخرى في البلدان الاخرى اظنها يعني تعد او تجعل من جريمه الاثار من الجرائم الكبرى. صحيح، اكثر صرامه القوانين في خارج اليمن اكثر صرامه في مواجهة هذه المواضيع. تهريب الاثار هذه من اكبر الجرائم، ان تهرب اثار بلدك الى الخارج هذه من اكبر الجرائم. صحيح. لا يمكن ان تعاقب فيها بسجن 5 سنوات او تدفع 50,000. فالاسهل بالنسبه لك انك تدفع 50,000 وتتهرب من الموضوع. نعم، اذا برايك يعني ما الذي يمكن لليمنيين ان يقوموا به دكتوره هيفاء لحمايه هذه الاثار، خاصه في هذه الفتره الحرجه من تاريخ اليمن؟ نحن هنا اني اضم صوتي الى صوت الاستاذ مبخوت بضروره نشر الوعي الاثري بين عموم الناس. لازم نحن نعلم انه هذه الاثار ليست تماثيل حق، يعني ليست مجرد تماثيل احجار لا تمت لنا بصفه، هذه ارث للجميع، ارث لنا، ارث هذه حضارتي وهذه ارثي وهذه هذا ارث حضاري للجميع للانسانيه. هذه
قيمتي أنا كيمني، هذه حضارتي، هذه تتنم عني وعن أجدادي، لا يمكن أن أسيبها هكذا تروح للخارج ويتاجروا فيها. لابد أن نقوم بعملية نشر الوعي الأثري، وممكن المنظمات تساعد في هذا الموضوع في عمل المنشورات، عمل محاضرات عامة، النزول للمدارس، إلى جانب أنه يجب أن يتم تحديث القانون وتحديث هذه القوانين بحيث تكون قوانين فاطمة لكل من يسول له نفسه أن يمس بالآثار، سواء ببيع، سرقة، نبش، تلوين، كتابة، شخص أيا كانت. إذن شكرا جزيلا لك دكتورة هيفاء مكاوي، أستاذة الآثار بجامعة عدن، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.